أربعة أشياء: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. فالإيجاب طلب الفعل طلبا جازما، كالإيمان بالله وبرسله وكقواعد الإسلام الخمس. والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر ونحوها. والتحريم وهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كشرب الخمر والزنا ونحوها. والكراهة وهي طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم كالقراءة في الركوع والسجود مثلا. ونقف عند كلمة وأما الإباحة، نرجع إلى الشرح. ويدخل معنى الدخول هنا أي الاندراج في الطلب المتقدم ذكره في الحكم الشرعي. أين تقدم ذكره في الحكم الشرعي؟ عندما عرف الحكم الشرعي بقوله هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، فتقدم ذكره في صفحة 47. ويدخل يعني يندرج في الطلب المتقدم ذكره في الحكم الشرعي أربعة أشياء أي أحكام، يعني أربعة أحكام. الأول، الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومهم وبعلوم مشايخنا في الدار، آمين. ويدخل يعني يندرج في الطلب المتقدم ذكره في الحكم الشرعي أربعة أشياء يعني أحكام. يعني الطلب عبارة عن إيه؟ عن أربعة أشياء، لأن الطلب عبارة عن إيه؟ ها؟ إما جازم أو غير جازم. فالجازم طلب فعل أو إيه؟ طلب كف، وغير الجازم كذلك فعل أو كف. يبقى الطلب إما طلب فعل أو طلب كف، وكل واحد منهما إما جازم أو غير، فيكون إيه كم؟ أربعة، يعني أربعة أحكام كلها تسمى طلب. فالإيجاب طلب والتحريم طلب، لكن الإيجاب طلب إيه؟ فعل، والتحريم طلب كف، والكراهة طلب، ولكن إيه؟ ها؟ فعل ولا كف؟ كف غير جازم. والندب طلب فعل غير جازم. الأول الإيجاب، ولا شك أنه نوع من الخطاب وكذا البواقي. يعني الإيجاب خطاب، والندب خطاب، والتحريم خطاب، والكراهة خطاب، كله إيه؟ خطاب. ولذلك قال: وكذا البواقي، أي الندب والتحريم والكراهة، هذه هي البواقي. والثاني الندب أي المندوب. والثالث التحريم أي المحرم. يعني هو قال يدخل في الطلب أربعة: الإيجاب، ولم يقل إيه؟ ها؟ الوجوب أو الواجب، وقال والندب والمراد به المندوب، وقال والتحريم والمراد به المحرم، والكراهة والمراد المكروه. والثالث التحريم أي المحرم، والرابع الكراهة يعني المكروه. يبقى هذه الأربعة تسمى إيه؟ أقسام الحكم الشرعي الداخلة في الطلب. يبقى أقسام الحكم الشرعي الداخلة في الطلب كم؟ أربعة. وإنما دخلت الأحكام الأربعة في الطلب لأن الطلب على قسمين: إما طلب فعل أو طلب ترك، وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم، فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين بأربعة.
إذن عرفنا أقسام الطلب الداخلة في الحكم الشرعي كام؟ أربعة. ثم أخذ في تعريف هذه الأحكام أولا فأولا. ثم أخذ في تعريف هذه الأحكام أولا فأولا وبدأ بالواجب فقال: فالإيجاب أي واجب وطلب كالجنس شامل للأحكام الأربعة. يعني مثلا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا إيه؟ ها؟ طلب. طلب إيه؟ طلب فعل، وعلى جهة الإيه؟ الجزم، فيدخل طلب الواجب. طلبه ها؟ هو طلب، هو طلب الفعل طلبا جازما، وطلب كالجنس شامل للأحكام الأربعة. يعني كلمة طلب يشمل الأربعة، لأنه الإيجاب طلب، والندب ترك، والندب طلب، والتحريم طلب، والكراهة طلب. فكلمة طلب تشمل الإيه؟ الأربعة. والمراد بالطلب الطلب النفسي المعبر عنه باللفظي. يعني إذا الحقيقة الطلب هو إيه؟ النفسي، المعنى النفسي، ولكن اللفظ أو الألفاظ إنما هي دالة أو عبر عن النفس باللفظ، فأصبح إيه؟ ها؟ اللفظ ده عبارة عن الدال، والنفس هو إيه؟ هو المدلول. ولذلك يعني سميت كده القرآن اللي معنا أو الأحكام عبارة عن إيه؟ نقوش وكتابة أو أصوات نقرأها، فسميت آيات: ألف لام را، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب. لماذا سميت آيات الكتاب؟ آية في اللغة يعني علامة، آية يعني هي علامة أو دالة على النفس أو على إيه؟ المعنى القائم بذاته تعالى، لأن المعنى النفسي القديم ليس بحرف ولا إيه؟ ولا بصوت، والأصوات والحروف دالة عليه أو علامة عليه. ولهذا قال: المراد بالطلب الطلب النفسي المعبر عنه باللفظ. فأنت مثلا كيف تعبر عن المعاني التي في نفسك به؟ بالكتابة أو بالألفاظ أو نحوها. حتى قال إيه الشاعر وهو الأخطل وكان نصرانيا من شعراء بني أمية: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني هذا يعتبر إيه؟ اللسان دليل عن المعاني القائمة في النفس. الفعل فصل خرج به التحريم والكراهة. يعني عندما عرف الإيجاب بأنه إيه؟ طلب الفعل، يبقى إذن هذا فصل. عندما نتعلم المنطق نتعلمه لضرورة أن كتب العقيدة وعلم الكلام وأصول الفقه أو كثير من كتب التراث مصوغة، يعني تأليفها أو شرحها إنما هو على صياغة المنطق. إذن فلا بد من تعلم المنطق حتى نستطيع التعامل مع هذه الكتب. الآن يقول لك كالجنس، ويقول لك الفعل فصل، وأنت لا تعرف ما هو الجنس وما هو الفصل وما هو النوع وما هي الخاصة وما هو العرض العام. إذن فمن لم يعرف المنطق لا يفهم هذه الإيه؟ هذه العبارات. ولذلك قال الإمام الغزالي: من لا يعرف أو من لا معرفة له بالمنطق فلا ثقة بعلمه، وكذلك من لم يعرف أصول الفقه فلا ثقة بعلمه. فلا بد من تعلم المنطق، ولا بد من تعلم أصول الفقه،
وإذا كان لابد من تعلم أصول الفقه فلا بد من تعلم الفقه. ما معنى أن تتعلم أصول الفقه ولست تعرف الفقه؟ فهل تؤسس قواعد ولا تقيم البناء؟ فما معنى البناء؟ ما معنى القواعد من غير بناء؟ والبناء من غير قواعد ينهار. إذن فلا بد من القواعد يعني من الأصول، ولا بد من الفقه، ولا بد من المنطق، ولا بد من النحو، ولا بد من الصرف، ولا بد من البلاغة، ولا بد من علم البيان، ولا بد من علم المعاني، ولا بد مما لا بد منه. إذن فلا بد من الأزهر الشريف. يلا. الفعل فصل خرج به التحريم والكراهة لأنهما طلب كف. أهو قال لك فصل، ها فصل. يبقى الفصل ده يميز الماهية عن المشارك لها في الجنس، ولذلك قال في الأول إيه كالجنس، فميز الإيجاب عن غيره، لأن الإيجاب والندب كل طلب. فلما قال لك طلب الفعل خرج طلب الكف، وطلب الكف يشمل اثنين التحريم والكراهة، لأنهما طلب كف عن فعل لا طلب فعل. والمراد بالفعل هنا هو الحاصل بالمصدر للإيجاد واللقاء، يعني الفعل هنا هو الحاصل بالمصدر وليس المعنى المصدري. يعني إذن الفعل إما أن يراد به المعنى المصدري هنا غير مراد، أو يراد الحاصل بالمصدر. فالحاصل بالمصدر هو شيء وجودي فنكلف به، أما المعنى المصدري هو الإيجاد والانتزاع، شيء اعتباري فلا نكلف به. فمثلا أنا أكلف بالركوع والسجود لا بالمعنى المصدري، وإنما بالمعنى الحاصل بالمصدر اللي هو الحركات والسكنات، هذا هو الذي أكلف به، ولا أكلف بالمعنى المصدري لأنه أمر اعتباري. يلا. والمراد بالفعل هنا هو الحاصل بالمصدر للإيجاد واللقاء، لأن التكليف إنما يتعلق بالأول دون الثاني. التكليف يتعلق بالأول يعني يتعلق بالمعنى الحاصل بالمصدر لا بالمعنى المصدري. ليه؟ لكونه أمرا اعتباريا لا تحقق له، اللي هو المعنى المصدري. أما المعنى الحاصل بالمصدر ده أمر وجودي اللي هو الحركات والسكنات. لكونه أمرا اعتباريا لا تحقق له، كذا قاله الإمام سعد وأقره عليه غير واحد كالكمال بن أبي شريف حواشي العقائد. يعني هذا كلام العلامة الشيخ السعد، وأقره يعني وافقه، لأن السعد لا يحتاج أن يقره أو لا يقره، وإنما أقره يعني وافقه غير واحد كالكمال بن أبي شريف في حواشي العقائد. وكتاب حواشي العقائد ده يعني الكمال بن أبي شريف له حواشي على العقائد النسفية، وهذا كتاب مخطوط لم يطبع. الكمال بن أبي شريف المقدسي لأنه من أهل القدس، خلاص. الكمال بن أبي شريف غير مين؟ غير الكمال ابن الهمام شيخ مين؟ السادة الحنفية. طلبا جازما فصل ثاني. فصل ثاني خرج به الندب. يبقى الندب لم يخرج بالفصل الأول، إنما خرج بالفصل الثاني، لأنه طلب للفعل من غير جزم في الطلب. يعني
يسمى إيه ده؟ ندب أو استحباب أو سنة. فالسنة مطلوبة والمندوب مطلوب، ولكنه غير طلب الإيجاب. هذا طلب فيه فسحة، يعني يجوز إيه؟ عدم الفعل، لأن فعله ليس واجبا وإنما هو مندوب، فإن فعلته تثاب وإن لم تفعل لا تعاقب. فهذا يسمى إيه؟ مستحب أو مندوب، على اختلاف اصطلاحات الفقهاء. البعض يقول مندوب، البعض يقول مستحب، البعض يقول سنة، خلاص. لكن في فروق عند المذاهب بين ده سنة ده مستحب ده مندوب، في فروق. صلاة الضحى مثلا سنة، بقول لك لا مندوب، ده فيها الفرق. ابحث، كل واحد له ايه مذهب، وكل مذهب له ايه اصطلاحاته. لأنه طلب للفعل من غير جزم في الطلب بألا يؤذن في الترك. يعني بألا يؤذن في الترك، يعني طالما هو أذن في الترك يبقى هذا إيه؟ مندوب. إنما ألا يؤذن هذا إيه؟ ليس هناك إذن في الترك، هذا هو الوجوب. يعني الوجوب هذا ليس هناك إذن في الترك لأنه واجب، وإذا لم تفعل تعرض نفسك للعقاب أو للجزاء، سواء كان في الدنيا أو في الإيه؟ في الآخرة. أما المندوب فلا إثم في تركه. ليه؟ لأن هناك إذن في الترك، بل هذا قد يسمح له في الترك، اللي هو إيه؟ الندب. يسمح له في الترك، إنما هل الواجب يسمح لك فيه بالترك؟ كالإيمان بالله، كالإيمان بالله وبرسله. هذا مثال لإيه؟ هذا مثال للواجب الذي هو إيه؟ طلب الفعل طلبا جازما من غير أن يؤذن في الترك. فعندما كلفنا الله تعالى بالإيمان به، هل أذن لنا في ترك الإيمان؟ إذن هذا طلب فعل على جهة الجزم. وأيضا الإيمان بالرسل هذا مثال، وأيضا الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان، كل هذا على سبيل الإيه؟ الإيجاب. وكقواعد الإسلام الخمس التي بني عليها الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهذه القواعد الخمسة لم يؤذن لنا في ترك واحدة. كالإيمان بالله، أي كطلب الإيمان بالله وبرسله عليهم الصلاة والسلام. والإيمان لغة التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جملة وتفصيلا. يبقى الإيمان معناه في اللغة إيه؟ التصديق. التصديق بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، سواء صدقت في الجملة أو في التفصيل. فإن كثيرا من المسائل التي يجب بها الإيمان، يجب الإيمان بها، ليست مفصلة أو ليست معروفة عند كثير من الناس، فكيف يؤمن بها وهو لا يعرفها؟ يعرفها إيه؟ الجواب أنه يعرفها إجمالا. يقول الإيمان يجب إما أن يكون بكل ما جاء به النبي. طب هل فينا أحد يعرف كل ما جاء به النبي؟ قد هناك أشياء لم تصلنا أو لم ندرسها أو لم نعلمها. إذن فأنا أؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفصيل. أما لو كان أحدكم من أهل العلم ويريد التفصيل فإنه يؤمن بكل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإيه؟
التفصيل. تنبيه: قد تقرر عندهم أن الكيفيات النفسية لا يكلف بها لكونها ليست من الأفعال الاختيارية، وقد اشتهر عن الإمام السعد وغيره أن المكلف به إنما هو أسباب فلا نقيل به. يعني سؤال هنا، احنا قلنا فيما سبق انه الكيفيات النفسية، الكيف عن الصفة، لا يكلف بها، والإيمان هو من الكيفيات النفسية، والكيف قلنا وصف وليس فعل. أفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، هل أنا أستطيع أن أفعل هذا الشيء؟ لأنه ليس أصلا، هو ليس فعل، وإنما هو كيف، وكيفية نفسانية، يعني تتكيف أي تتصف بها النفس، مثل انشراح الصدر وغير ذلك. فإذا كانت الكيفيات النفسية لا يكلف بها، فكيف هنا يجعل طلب الفعل طلب جازم، ويأتي بمثال للإيمان؟ يعني لو أنه قال كالصلاة، إذن هنا ليست هناك مشكلة، أو قال كالصيام أو كالحج، إنما قال كالإيمان. وقد تقرر عندهم أن الإيمان من مقولة الكيف، فالجواب سهل وبسيط، الكيف هذا ليس من الأفعال الاختيارية. يعني مثلا أنا أقول لك يا فلان افرح، هل يمكن أن تفرح؟ بمعنى عندما أكلفك بالفرح أو أقول لك احزن، فتستغرب، يعني هل الفرح يكون بالأمر والحزن يكون بالأمر؟ لا. إذن فمعنى افرح يعني اعمل أسباب تؤدي إلى الفرح، يعني مثلا زوج نفسك أو زوج ابنك فهذا يجعلك تفرح، بخلاف الآخرين هذا أمر يحزن. وإذا قلت لك مثلا اغضب، برضو الغضب من الكيفيات النفسانية، فمعنى كده يعني تتخذ الأسباب المؤدية إلى ذلك. فمعنى التكليف بالإيمان ليس بذات الإيمان، وإنما بالأسباب الموصلة إليه، كالنظر والتفكر والتأمل. هل وضح الأمر؟ وضح. فإن قلت لما عبر المصنف رحمه الله تعالى بالرسل، وكان الأولى التعبير بالأنبياء للعموم، يعني عندما جاء بالمثال قال كالإيمان بالله وبرسله، فلماذا عبر المصنف رحمه الله تعالى بالرسل وكان الأولى التعبير بالأنبياء للعموم؟ ما معنى للعموم؟ لأنه لو قال الأنبياء كالإيمان بالله وبأنبيائه فهذا أعم، فيدخل فيه الرسل، لأن الرسل أنبياء وزادوا بالرسالة. أما عندما يقول برسله كأنه أخرج الأنبياء، لأن الرسل عددهم أقل. أما لو قال بالأنبياء فيشمل الكل، النبي المرسل والنبي غير المرسل، ولهذا قال للعموم. فالتعبير بالأنبياء يفيد العموم، أما التعبير بالرسل يفيد الخصوص. والسؤال: هل نحن مطالبون بالإيمان بالرسل خاصة ولا بالأنبياء والرسل؟ إذن فلماذا عبر بالرسل دون فالجواب عبر بالرسل دون الأنبياء على وجه تغليب الأفضل على غيره،
لأن النبي المرسل النبي الذي هو رسول، والقاعدة تقول كل رسول نبي وليس ليه وليس العكس. يبقى إذن غلب الأفضل. هذا من يعني هو يريد أن يقول لك الرسل والأنبياء، ولكنه غلب الرسل لأنهم أفضل. واضح؟ وإلا فالإجماع والنصوص الصريحة على أن الأنبياء كالرسل فيما ذكر، يعني الأنبياء كالرسل في وجوب الإيمان بهم، والله أعلم. فإن قلت أي فائدة في ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل مع أن الإيمان به وبما جاء به يتضمن الإيمان بهم؟ فالجواب فائدته زيادة البيان التي تحصل بالتفصيل الذي هو المطلوب في عقائد الإيمان. يعني لو قال كالإيمان بالله وبرسوله فقط، يعني سيدنا محمد، لا تضمن هذا الإيمان بغيره. يعني لماذا ذكر غير النبي مع أن الإيمان به يلزم الإيمان بما جاء به، وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جملته الأنبياء والرسل والملائكة إلى غير ذلك. إذن فالجواب فائدته، يعني ما معنى فائدته؟ يعني فائدة الإيمان بالله وبرسله، ولم يقل وبرسوله، فائدته زيادة البيان التي تحصل بالتفصيل الذي هو المطلوب في عقائد الإيمان. يعني إذن التفصيل، يعني عندما يقول برسله كأنه قال لك بإبراهيم وموسى وعيسى، والتفصيل تحصل به زيادة البيان التي ليست في الإجمال. الزيادة والتوضيح بيكون في الإجمال ولا في التفصيل؟ في التفصيل. وكقواعد الإسلام، أي وكطلب قواعد الإسلام، يعني المراد كقواعد يعني كطلب قواعد الإسلام الخمس، لأنها مطلوبة على إيه؟ على جهة الوجوب. قواعد الإسلام الخمس: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه هي قواعد الإسلام الخمس. والإسلام هو هنا عندما قال كالإيمان بالله وبرسله، وقال هو كقواعد الإسلام. إذن فذكر هنا إيه؟ ذكر لفظين، لفظ الإيمان ولفظ الإسلام. فجاء لك هنا يشرح المراد بالإسلام، لأنه قبلها شرح لنا الإيمان، فقال هو إيه؟ التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طب والإسلام لغة؟ الاستسلام. واصطلاحا، بس هنا في نقص في الكلام، يا ليتكم تصلحون. هات قلم كده فوق في الصدر الثاني، ماذا قال؟ ها؟ قال والإيمان إيه؟ لغة إيه؟ التصديق. لكن لم يقل لنا إيه؟ واصطلاحا. يبقى لازم تعمل إيه؟ تحط كده قلم كده، الإيمان لغة التصديق، وبعد يقول واصطلاحا التصديق تاني، وتكمل. خلاص؟ يبقى تقول كده الإيمان لغة التصديق. خلاص، لأنه الإيمان في اللغة ليس هو التصديق بما جاء به النبي، لا، الإيمان في اللغة هو إيه؟ ها؟ مطلق التصديق. أما التصديق بما جاء هذا هو إيه؟ اصطلاحا. لتحت والإسلام لغة واصطلاحا
الانقياد والانخضاع. يبقى إذن سقط من الشرح تعريف الإيمان اصطلاحا. إيه السبب؟ إنه كلمة التصديق تكررت مرتين، فظن الناسخ فقال بدل أقول التصديق ثم أقول اصطلاحا التصديق، فجعلهما تعريفا واحدا. فانتبهوا يا أولي الألباب لعلكم تنتبهون. والإسلام لغة الاستسلام واصطلاحا الانقياد. أضف هذا الذي أضفه في الشرح. ليه؟ لماذا؟ لا يستقيم الكلام إلا به. والإسلام لغة الاستسلام واصطلاحا الانقياد والانقضاء لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يبقى تعريف الإسلام اصطلاحا الانقياد والانخضاع، يعني الخضوع لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو تعريف الإسلام اصطلاحا. فعطف الإسلام على الإيمان من عطف التباين. إيه معنى من عطف التباين؟ يعني مثلا في عطف خاص على عام، في عطف عام على خاص، وفي عطف مترادفين، وفي عطف اسمه التباين، يعني التغاير. ليه؟ لأنه حقيقة الإيمان غير حقيقة الإسلام. حقيقة الإيمان هي التصديق، وحقيقة الإسلام هي الخضوع والاستسلام. يبقى إذن فهما متباينان يعني متغايران. يعني هذا في اللغة له تعريف، وهذا في الاصطلاح له تعريف. ها فهما فعطف الإسلام على الإيمان من عطف التباين. ليه؟ لأن ذات حقيقة الإيمان غير حقيقة ليه؟ والتباين معناه التغاير. التباين يعني التغاير أو الانفصال، زي البينونة. البينونة يعني في بينونة صغرى وبينونة كبرى. فهما أي الإسلام والإيمان مختلفان ذاتا ومفهوما. يعني ذات يعني حقيقة، ومفهوما يعني ما يفهم من الإيمان غير ما يفهم من الإسلام. إذن فهما متباينان. خلاص؟ يعني متباينان يعني متغايران يعني مختلفان، ولكنهما متلازمان شرعا. يعني هما متباينان من حيث اللغة، حقيقة الإيمان غير حقيقة الإسلام، مفهوم الإيمان غير مفهوم، ولكن متلازمان شرعا. وإن تلازما يعني مع أنهما متباينان لكنهما متلازمان في الشرع، بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم. إذن فهناك تلازم بينهما في الشرع. إيه معنى التلازم؟ معنى أن الإسلام لا ينفع أو لا يصح أو لا يجوز الإيمان بغير الإسلام ولا الإسلام بغير الإيمان. يعني لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ويكون إسلامه إسلام معتبر، هل يوجد كده؟ ينفع؟ لا. ولا أحد يقول أنا مؤمن وليس بمسلم، فهذا لا يجوز، لا يكون. فلا بد من التلازم. يعني تلازم؟ يعني كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، حتى يكون الإيمان أو الإسلام معتبرا. يعني لا يعتبر الإسلام من غير الإيمان ولا الإيمان من غير الإسلام. قالت الأعراب
آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبعدين قالوا إيه؟ يمنون عليك، ها؟ يمنون عليك إيه؟ أن أسلموا مش أن آمنوا. ها؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإيمان ده هدى، هداية، أما الإسلام خضوع وانقياد في الظاهر، ممكن الإنسان يدعيه، لكن الإيمان هداية من عند الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: والندب وهو طلب الفعل. الآن حيدخل في تعريف الندب، طلب الفعل طلبا غير جازم، كصلاة الفجر. يعني عندما طلب منا الشرع أن نصلي الفجر ونحوها، نحو الفجر يعني صلاة الضحى، صلاة الوتر عند غير الحنفية، ركعتان بعد صلاة المغرب أو أربع ركعات قبله، هذا داخل في الندب. كصلاة الفجر، صلاة الفجر يعني اللي هي السنة اللي قبل قبل الإقامة. هل هذا مطلوب طلب جازم ولا غير جازم؟ لأنه ممكن يؤذن لك في الترك فتصلي مع الإمام فقط ركعتين، ولا تصلي الركعتين المندوبتان. والندب عطف على قوله الإيجاب، أي ودخل في قولنا بالطلب الندب أن المندوب مطلوب ولكنه طلب غير. وهو أيضا، أي الندب نوع من الخطاب النفسي، طلب كالجنس شامل للأحكام الأربعة. عارفين الأحكام الأربعة؟ لإيه؟ إيجاب والندب والتحريم والكراهة. والمراد بالطلب في التعريف الطلب النفسي الفعل، فصل أول: خرج به التحريم والكراهة لأنهما طلب كف عن فعل لا طلب فعل، طلبا غير جازم. فصل ثاني: خرج به الواجب لأنه طلب الفعل طلبا جازما، كصلاة الفجر، أي ما نشاهد من الحركات والسكنات فيها. هذا هو الذي قلناه وشرحناه، اللي هو المعنى الحاصل به، المعنى الحاصل بالمصدر، لا إيقاع ذلك وإيجاده. يبقى إذا ما نشاهده من الحركات والسكنات في صلاة الفجر مثلا، هذا هو المعنى الحاصل بالمصدر وهو الذي نكلف به. أما المعنى المصدري الذي هو إيجاد ذلك وإيقاعه فلا نكلف به، لأنه أمر اعتباري. ومثال ذلك، تعال كده أشرح لك المعنى الحاصل بالمصدر والمعنى المصدري. الضرب إذا صدر من إنسان، الضرب، فهناك ثلاثة أمور: الضرب اللي هو المعنى المصدري، أثر الضرب الذي قام بالفعل، يعني هيئة الضرب هو الحاصل بالمصدر، ولكنه اللي هو الحاصل بالمصدر تابع له وأثر له. والثالث: محل وقوع ذلك الفعل وهو المفعول به. فمثلا أنت عمرو أو أنت زيد ضربت عمرا، فالضرب هو المصدر، هذا لا تكلف به، وإنما تكلف به بالمعنى الحاصل به اللي هو اللكم والقفز والإيلام، أثر ذلك الذي يقع بمين؟ بالمضروب. وزيد وعمر الذي وقع به الضرب هو المفعول به. فهناك المصدر وهناك الحاصل به بالمصدر اللي هو أثر المصدر، وهناك المفعول به.
واضح الآن؟ اقرأ. ونحوها أي نحو صلاة الفجر كالضحى مثلا. زي صلاة الضحى وزي ركعتان مثل ركعتين بعد المغرب، هذا على سبيل الندب ولا على سبيل الوجوب؟ والتحريم. والتحريم وهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كشرب الخمر والزنا ونحوهما. والتحريم يعني المحرم عطف على قوله الإيجاب. طلب كالجنس شامل الأحكام الأربعة. وعرفنا الأحكام الأربعة والمراد به النفسي على ما مر، لأن طب لماذا لا يراد به اللفظي؟ لأن اللفظ دال. الكف عن الفعل فصل أول، خرج به الإيجاب والند أنهما طلب فعل لا طلب كف. طلبا جازما فصل ثاني، خرج به المكروه لأنه طلب غير جازم كشرب الخمر. أتى لك بمثال للتحريم الذي هو إيه؟ طلبه الكف عن الفعل مثل إيه التحريم؟ كشرب الخمر، لأن شرب الخمر طلب الشارع منا الكف عنه طلبا جازما. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا على جهة الجزم والقطع. ولم يؤذن لنا في إيه؟ في شرب الخمر. وكذلك الزنا، وكذلك السرقة، كذلك الغيبة، كذلك النميمة، كذلك القذف، كذلك الربا إلى غير ذلك. والكراهة. والكراهة وهي طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم كالقراءة في الركوع والسجود مثلا. والكراهة عطف على الأول، طلب كالجنس شامل الأحكام الأربعة. والمراد بالطلب في التعريف النفسي كما مر، يعني ليس اللفظي، لأن اللفظي إيه؟ دال. الكف عن الفعل فصل، خرج به الإيه؟ الإياب والندب أنهما طلب فعل لا كف. طلبا غير جازم فصل ثاني. دائما يجيب لك إيه؟ يأتي بفصلين، الأول لإخراج والثاني لإخراج ما تبقى. فصل ثاني، خرج به التحريم لأنه طلب جازم كالقراءة، يعني القرآن في حال الإيه؟ الركوع وفي حال السجود. يبقى إذن قراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود مكروهة. ليه؟ لأن الكراهة طلب الكف عن الفعل طلب غير جازم، يعني معناها لو قرأت لا إيه؟ لا تأثم، لأنك لو أثمت لكان إيه؟ لكانت حراما، ولكنها هي إيه؟ مكروهة. طب لماذا، ما علة الكراهة؟ لماذا تكره القراءة في الركوع والسجود؟ وإنما كره ذلك فيهما لأنهما محل تذلل، وكلام الله تعالى يجل قراءته في تلك الحالة، والله أعلم. يعني مثلا هذا نفهم منه إيه؟ إن القرآن الكريم كتاب عظيم له شأن، نقرأه في القيام أو نقرأه في الجلوس في حلقات القرآن، لكن إذا أنا كنت ساجد فمعنى كده الكلام أو القراءة حياتي يكون فين؟ في الأرض. فهذا فيه امتهان، يعني لأن أو الحالة الهيئة بتاعتك لازم تكون هيئة فيها إيه؟ تعظيم. هذا لا يتأتى في الركوع ولا في السجود لأنهما محل تذلل وليس محل قراءة. فهذا يفهم منه أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يضع المصحف على الأرض إذا كانت القراءة لا تجوز في السجود، فكيف تضع المصحف على الأرض؟ فينبغي أن نرفع المصحف في مكان عال،
لا تناله أيدي الأطفال حتى لا يقع أو لا يسقط، ولا ينبغي أن يدخل به في إيه؟ في مكان الخلاء قضاء الحاجة. فإذا عظمت القرآن أورثك الله تعالى مهابة وزادك علما ونورا. أما في بعض الطلبة وخاصة في الامتحانات يقطع أوراق المصحف، هذه جريمة ممكن تصل إلى الردة والعياذ بالله إذا قصد بها إهانة الإيه؟ الكتاب العزيز. لا يرمى على الإيه؟ على في الأماكن الإيه؟ الممتهنة، بل نعظم المصحف ونقدره. الإمام النووي له فتوى في وجوب القيام للمصحف، يعني لو دخل عليك مصحف طبعا يحمله إنسان فتقوم لا للإنسان وإنما للمصحف تعظيما لكتاب الله. فنرى كثيرا من الطلبة يتهاونون في شأن المصاحف بالذات، وبعض الناس يضع المصحف على الجهاز، هذا أيضا لا يليق، أو يضع مثلا، لا بد من تعظيم المصاحف وإكرامها. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله، هذا كلام الله أعظم من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإنه لكتاب عزيز. فلا بد أن ننتبه، وخاصة طلبة الأزهر الشريف، إلى احترام المصاحف وتوقير المصاحف. إذا كانت هناك فتوى لأئمتنا الفقهاء بتحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو، فكيف نحن لا نحافظ عليه ونرميه في المساجد بجوار الأحذية، في أماكن توضع فيها ليه أحذية ووضع فوقها مصاحف، هل هذا يليق؟ فالقرآن يقرأ في حال القيام وفي حال القعود، لا في حال الركوع ولا في حال الإيه؟ السجود. يلا شوف. قال المصنف رحمه الله وأما الإباحة فهي إذن الشرع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهما على الآن حندخل في الإباحة. الإباحة هي إذن الشرع، إذن الشرع في الفعل، يعني الإباحة ليست داخلة في الطلب. أقسام الطلب كم؟ أربعة. إذن فالإباحة يستوي فيها الفعل والترك، فكيف دخلت في التكليف؟ التكليف طلب ما فيه إيه؟ كلفة أو إلزام. يعني إذا قلنا التكليف إلزام يدخل إثنان فقط، لأنه لا إلزام إلا في الواجب والمحرم. إذا قلنا طلب يدخل أربعة. إذن فالمباح أو الإباحة لا تدخل في الطلب اتفاقا، فكيف دخلت في التكليف؟ والتكليف إما طلب وإما الجواب، ما هو؟ دخلت من باب التغليب، يعني أربعة وبقي واحد، خلاص أدخل. يلا. يعني مثلا في ناس تركب إيه؟ تاكس، عارف التاكس؟ كم يركبه؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة. في التاكس إيه؟ أربعة. فإذا كان هناك خامس يركب من باب التغليب. إنما لو كان ستة لا، كيف؟ التغليب في واحد. وأما الإباحة فهي إذن الشرع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر كالنكاح والبيع مثلا. وأما الإباحة فهي إذن الشرع في الفعل والترك معا، يعني أنت عندك إذن أن تفعل وعندك إذن بعدم الفعل من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، لا يوجد ترجيح في المباح في ذاته، ما فيش ترجيح، إنما الترجيح يأتيه من عارض وليس في ذات الإيه؟ المباح، كالنكاح والبيع مثلا. يعني النكاح بصرف النظر عن
عما يعرض فهو إيه؟ مباح، يعني مأذون لك، يعني يجوز أن تفعله، أن تنكح، أن تتزوج، ويجوز أن لا تتزوج. هناك مؤلف للشيخ أبو غدة اسمه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، لكن هذا لا يحدث منكم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يبقى إذن النكاح مأذون في تركه كما أنه مأذون في فعله. والبيع مثلا، أنا يجوز أن أبيع هذا الجهاز، وأيضا يجوز أن لا أبيع، مأذون في البيع وفي عدم البيع. عرفنا؟ كالنكاح والبيع. اقرأ. قال الشارح رحمه الله: وأما الإباحة فصلها عما قبلها لأنه لا طلب فيها. يعني إذن الإباحة فصلها عما قبلها، يعني قال وأما الإباحة ولم يقل والإباحة، لأنه لا طلب فيها ولا فيما بعدها. هل بعدها في شيء؟ ما خلاص انتهى، وهم أربعة والمباح خمسة، فيقول لك لا طلب فيها معطب. إيه المراد بما بعدها؟ اللي هو الكلام في الحكم الوضعي، الأحكام الوضعية. فالأحكام الوضعية أيضا لا طلب فيها، وإنما هي أمارات وعلامات. وكأن هذا والله أعلم هو السر في جعل المصنف رحمه الله تعالى قوله في الشر أو الوضع عطفا على الإباحة، ولم يعطف على الطلب. ليه؟ لأن الوضع والإباحة لا طلب فيهما، لأن كل من الإباحة والوضع لا طلب فيه، فكان يحسن أو يجدر أن يعطف الوضع على الإباحة لا على لا على ما قبله، لأنه لو عطفه على ما قبله لدخل في الطلب، فكأنهما شيء واحد عطف على الطلب المقابل لهما. فليدرى، فليدرى يعني فليعرف مع اللطف. والأمر سهل لمن سهله الله عليه، أما إذا أردت أن تعقد الأمور فتستطيع، لكن الأمور في نفسها سهلة وميسرة. فهي إذن، يعني الإباحة هي إذن جنس لطلب الشرع ولطلب غيره مطلقا. فأخرج غيره بقوله الشرع، يعني الإذن ذا يمكن يكون من الشرع ويمكن يكون من غير الشرع. فعندما أضاف الإذن إلى الشرع خرج خرج غير الشرع، وبقي ما هو أعم، فأخرج المحرم والمكروه بقوله في الفعل، لأنه الإذن بالنسبة للمباح في إذن الشرع في الفعل والترك. فلما قال إذن الشرع في الفعل يبقى إذن أخرج المكروه والحرام، لأنه المكروه والحرام لم يؤذن في فعله، وإنما الإذن في في تركه. وأخرج الواجب والمندوب بقوله والترك، وفي الترك، لأن الواجب والمندوب لم يؤذن في تركه، وقوله معا تأكيد لئلا يتوهم أن الواو بمعنى أو، يعني يريد أن يقول لك الإباحة هي إذن الشرع في الفعل والترك معا، هي إذن، شوف كده معا. يعني لماذا قال معا؟ يعني حتى لا تفهم إنه إذن الشرع في الفعل أو في الترك، بمعنى أنه مرة يأذن في الفعل ومرة يأذن، فليس معا. يعني إذا فعلت
الشيء يعني إن أذن لك في فعله فأنت لست مأذون في تركه، وإذا أذن لك في تركه فأنت لست مأذون فيه، لكنه قال لك معا بمعنى أنك مأذون في الإذن في الفعل والترك معا وليس في الفعل أو في الترك. فلو قال أو يعني كلمة معا رفعت توهم أو، يعني لو قال إذن الفعل إذن الشرع في الفعل والترك فقط من غير ما يقول معا هتفهم إيه؟ أن الشرع يأذن مرة في الفعل ومرة فين؟ في الترك على سبيل البدل، يعني إما أن يأذن لك يأذن لك في أحدهما، يعني في واحد بدلا من الآخر، ولكنه يأذن لك فيهما، فهذه فائدة معا. فهمت؟ وقوله معا تأكيد لئلا يتوهم أن الواو بمعنى أو فيكون أحدهما على البدل هو الإباء. فين الواو؟ بيقول لك معا اللي هي إذن الشرف في الفعل في الفعل والترك، فهذه الواو ليست بمعنى أو، لأنها لو كانت بمعنى أو لقال لك الإباحة إذن الشرع في الفعل أو في الترك، يبقى معناها إيه هنا أو على إيه؟ يعني كأنه تخيير، يا تفعل يا تترك، ولكنك مأذون فيهما إيه؟ معا. وليس كذلك. يبقى إذا لم يقل معا هيفهم أن الواو بمعنى إيه؟ أو، فيكون أحدهما على البدل هو الإباحة، يعني هذا بدل، يعني الإباحة بدل من الترك والترك بدل من الإباحة. وليس كذلك، يعني بل الإباحة فيهما معا كما أكد سابقا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، يحتمل أن يكون زيادة بيان، لأنه عندما قال إذن الشرع في الفعل والترك معا خلاص كده فهمنا الإباحة، لكن لماذا قال من غير ترجيح؟ طالما هناك إذن في الفعل والترك معا يبقى إذن كلمة من غير ترجيح هذه إيه؟ تعتبر إيه؟ زيادة توضيح، زيادة توضيح وليس من تمام التعريف، يعني التعريف تم، يعني إذن الشرع في الفعل والترك معا. إذن ما فائدة كلمة من غير ترجيح لأحدهما؟ هذه توضيح وزيادة بيان وليست من تمام الحد، لأن الحد أي التعريف تم، كالنكاح والبيع. كالنكاح والبيع يعني إذا لم يعد بكل واحد منهما ما يجبه أو يحرمه. وأما إن عرض له ذلك فليخرج عن كونه مباحا، فالتمثيل به إنما هو باعتبار سلامته من العوارض. جميل، يعني عاوز أقول لك إيه، المباح جاء له بمثال، قال كالنكاح والبيع، يجي واحد يقول لك يا أخي النكاح مباح؟ نعم مباح، يعني ليس مندوب، يمكن أن يكون النكاح مندوبا، بس هذا ليس إيه؟ ليس في ذاته وإنما بحسب العوارض. وكذلك البيع هو في ذاته مباح، لكن يمكن أن يعرض للنكاح أو للبيع ما يجعله واجبا، وممكن يعرض له ما يجعله حراما، وممكن يعرض له ما يجعله مكروها أو مندوبا. إذن فالأحكام تختلف بحسب العوارض، وأنت لابد أن تفهم العارض والذاتي، وهذا أيضا في المنطق. يبقى إذا لم تعرف المنطق لا تعرف ما هي العوارض وما هي الذاتيات. يبقى النكاح في ذاته مباح، لكن إذا لم يعرض لكل واحد منهما أي البيع وإيه ما يوجبه أو يحرمه، فهل النكاح اللي هو مباح يصير واجبا؟ نعم، إذا
خشي الإنسان الوقوع في الزنا وهو قادر. يبقى هنا يصبح النكاح بالنسبة له إيه؟ واجب، بس إيه؟ بسبب إيه؟ بسبب العارض اللي هو خشية الوقوع في الحرام. لكن إذا كان مطمئن على نفسه ولا يخشى من الوقوع في الحرام وهو إنسان ملتزم، في هذه الحالة يكون النكاح في شأنه مندوب. عليكم بإيه؟ بسنتي، أو الزواج إيه؟ سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا إيه؟ ترغيب، ولكنه ليس على سبيل الوجوب فيكون مندوبا. لكن ربما يعرض له ما يجعله مكروها، كخوف الايه؟ الظلم. ولذلك قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. إذن التعدد مباح، ولكن عند خوف الايه؟ الظلم، يخاف الا يعدل، ها؟ يكتفي بايه؟ بواحدة. يعني انا لا استطيع التعدد لاني لا اعدل. طب فما بالكم إذا لم يعدل مع واحدة؟ يبقى هنا الزواج حرام. الأول كان إيه؟ ها؟ كان مباحا، مباح له أن يتزوج أربعة. طب إن كان يخاف من الظلم يبقى يكتفي بواحدة. طب إذا كان سيظلم الواحدة أيضا يبقى ترك الزواج أولى. يعني كيف يتزوج واحدة ثم يظلمها أو يضربها أو يمنع عنها الطعام والشراب أو لا ينفق عليها أو لا يهتم بها؟ هل هذا جائز؟ خلاص اتركها في بيتها. واضح ولا مش واضح؟ يبقى إذن النكاح والبيع يعني إذا لم يعرض لكل واحد منهما ما يوجبه أو يحرمه. يعني هذا الماء مباح أن تشرب، لكن أصبح في حوزتي، يبقى هذا إيه؟ إذا تناولته يكون إيه؟ حراما إلا بإذن. الأول شوف الماء ده قسمة بالجميع، النهر هو أمامك يشرب للكل، لكن أنا أخذت الماء ووضعته في زجاجة ونقيت الماء وأصبح ماء معدني وبعته كما تباع قارورة الماء، فتقول هذا ماء خلقه الله للجميع؟ الذي خلقه الجميع هو في النهر وليس هو الذي معي. يبقى أصبح ملكية هنا، أصبح إيه؟ دخل في التحويز، بخلاف الماء الذي في النهر يشرب منه البر والفاجر. أما الذي اشتريته بمالي ودفعت فيه كيف تأخذه وتقول لي إن الله تعالى يقول: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم؟ هل هذا يجوز؟ طيب. واعلم أن الذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة. تبقى إذن إما إن وأما إن عرض له ذلك، يعني عرض له الإيه؟ شيء يجعله واجب أو يجعله حرام، فليخرج عن كونه مباحا. يبقى معنى كده المباح خرج عن كونه مباح بحسب ليه؟ بحسب العوارض. فالتمثيل به يعني به يعني بالنكاح والبيع إنما هو باعتبار سلامته من العوارض. ولذلك تجد الحكم عند السادة الحنفية حكم الزواج مختلف. يقولوا إيه؟ حدش فيكم طبعا من الأحناف، كلكم من أهل الكتاب. يقولون النكاح في إيه؟ حالة التوقان واجب، تتوق نفسه يعني حالة، وفي حالة الاعتدال مندوب، وفي حالة الخوف يبقى مكروه. يعني النكاح له إيه؟ أحكام مختلفة زي البيع. حالة التوقان واجب، حالة الاعتدال مندوب. نعم. لم يقل بالإباحة عند الحنفية. في ليس عنده إباحة في النكاح.
ما هو في اصله مباح بس الحاله ايه ده عوارض. هتكلم عن العوارض عند الحنفيه طبعا كلهم متزوجون الحمد لله. يلا. واعلم ان الذي عليه الجمهور ان الاحكام خمسه وهي المذكوره في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ودل بعض العلماء على الخمسه المذكوره ثلاثه. يعني ده الجمهور راي جمهور العلماء انه الاحكام التكليفيه خمسه. عارفينها؟ الواجب، الحرام، المحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح. وزاد بعض العلماء على هذا ايه؟ هو ايه؟ مذهب الجمهور، جمهور العلماء. زاد بعض العلماء على الخمسة المذكورة ثلاثة. الصحيح والباطل وخلاف الأولى. يبقى كده تكون الأحكام كام؟ ثمانية. فالصحيح ما يتعلق به النفوذ. يعني زي مثلا يقول لك هذا البيع صحيح يبقى خلاص نافذ ويعتد به. والباطل هذا بيع باطل يبقى لا ينفذ ولا يعتد به، يعني حتى العقد والشهود كله كلام فارغ ما فيش، يبقى لأنه باطل. وخلاف الأولى كطلب قيام الليل فإنه يدل بالالتزام على النهي عن ضده كنوم الليل، فيطلق على النوم أنه خلاف الأولى، النوم في الليل، ولا يطلق عليه أنه مكروه. يبقى إذن في البعض زاد على إيه؟ الخمسة ثلاثة، الصحيح وإيه؟ والباطل وخلاف الأولى. خلاف الأولى ده ايه الفرق بين خلاف الاولى وبين المكروه؟ المكروه هو الذي يعلم بالدلاله المطابقيه، يعني في نص، في ايه؟ نص. الفرق بين المكروه وخلاف الاولى ان المكروه تعلق به النهي بدلاله المطابقه، يعني ورد نص بكراهته. اما خلاف الاولى فهو الذي يفهم بدلاله الالتزام. فمثلا النصوص وردت بالترغيب في قيام الليل فيدل بدلالة الالتزام على أن ضده وهو النوم بالليل خلاف الأولى. فالنوم في الليل واحد ينام الليل كله، فنقول له نومك ده خلاف الأولى. الأولى أن تقوم قبل الفجر بساعة فتصلي ركعتين وتسبح الله وتستغفر وتدعو على الظالمين وعلى داعش وعلى التنظيمات الإرهابية وعلى الوهابية. إنما في هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء وقت السحر تنام وتترك الوهابية والسلفية يجسمون ويشبهون. فهذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، وليس إيه؟ وليس مكروها. المكروه زي إيه؟ زي أكل الثوم والبصل، هذا مكروه وليس حرام. يبقى إذن إيه الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ المكروه في نص، أما خلاف الأولى يفهم بدلالة الالتزام، لأنه ليس هناك نص على أن النوم بالليل مكروه، ولكن النصوص وردت في ترغيب، في الترغيب، الترغيب في قيام الليل، ففهمنا بدلالة الالتزام على أن ضده، ضد القيام وهو النوم خلاف الأولى. ولذلك الأنبياء معصومون صلوات الله وسلامه، معصومون يعني لا تقع منهم مخالفة أو ذنب، لا يرتكبون نهيا، لا يفعلون شيء منهي عنه ولو كان نهي كراهة. إذن فهم لا يفعلون حراما ولا مكروها، ولكن يمكن ها أن يفعلوا خلاف الأولى. فهمت كده؟ لأنه خلاف الأولى ليس داخلا في الإيه؟ في الكراهة. يبقى إذن ممكن يصدر من الأنبياء خلاف الأولى، لكن لا يصدر منهم الإيه؟ المكروه، ولا يصدر منهم الحرام من باب أولى، ولا يفعلون المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء قبل النبوة أو بعدها. وإلا ما معنى العصمة؟
إذا كانوا يرتكبون كما يرتكب غيرهم من المخالفات والذنوب والخطايا. فهمنا الآن الفرق بين الإيه؟ المكروه وخلاف الإيه؟ الأولى. وزاد بعضهم يعني زاد اثنين تاني على إيه؟ على الثمانية، الرخصة والعزيمة، فهي إذن عشرة. يعني هي بهذه الزيادات الأحكام التكليفية عشرة، ولكن هذا ليس عند الجمهور. عند الجمهور كام؟ خمسة. زي قال الإمام السنوسي في شرحه على المقدمات: اعلم أن مذهب جمهور الأصوليين أن الأحكام التكليفية التي يخاطب بها المكلفون خمسة: الإباحة والأربعة الداخلة في الطلب. وقلنا الإباحة دخلت في التكليف تغليبا من باب التغليب، لأن التكليف أربعة مش خمسة. وكمان لو خذنا بالقول اللي يقول أن التكليف إلزام فيكون اثنان فقط. وزاد الإمام السبكي سادسا، هو خلاف الأولى، وتبع السبكي في زيادة هذا القسم السادس إمام الحرمين، يعني الإمام الحرمين وافق. وقال العراقي: بل نقله عن غيره، فقال: إنه مما أحدثه المتأخرون، يعني هذا من المحدثات اللي هو إيه؟ القسم السادس. هذا والمراد بالجمهور في قوله الجمهور عندهم الأحكام التكليفية كام؟ ها؟ المراد بالجمهور جمهور إيه؟ الأصوليين. من هم جمهور الأصول؟ المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فالأحكام التكليفية عندهم سبعة، يعني خالفوا الجمهور وخالفوا السبكي. إيه السابع؟ اللي هو الفرض، يعني خلوا الإيه؟ الواجب والفرض خلوهم قسمين. وعندك القسم السادس يبقوا كام؟ سبعة، لأنهم يفرقون بين الإيه؟ الفرض والواجب. طب كيف يفرق؟ لما كده يفرق بين الفرض والواجب يبقوا كده ستة، مش كده؟ يعني الفرض ها والواجب اثنين، حرام ثلاثة، ها؟ مكروه أربعة، إباحة كام؟ خمسة، وهناك كام؟ إيه تاني في حاجة نسيناها؟ المندوب، يبقوا كام كده؟ ستة. قال لك ما حتى المكروه عندهم اثنين برضه، مكروه تنزيه ومكروه، يبقى كده سبعة. يبقى عشان تعرف مذهب الحنفية الأحكام التكليفية عندهم سبعة: الفرض والواجب اثنين، وبعد كده الحرام والمندوب كام كده؟ أربعة، والمكروه خمسة، المكروه تحريم وتنزيه كده إيه؟ ستة، والإباحة سبعة. يبقى الأحكام التكليفية عند الحنفية سبعة. ليه سبعة؟ لأنهم فرقوا بين الفرض، يبقى الفرض والواجب عند الجمهور واحد مش اثنين، أما عند الحنفية اثنين. والمكروه عند الجمهور واحد وعند الحنفية اثنين، مكروه إيه؟ تحريما ومكروه إيه؟ تنزيها. انظر منهاج الوصول للإمام البيضاوي. طبعا الوضع ده كلام جديد، فهنخليه في الدرس الايه القادم. واما الايه الوضع مش كده، لا بس بدل ما نقول اما الوضع هنقول بس خاتمه بس، عشان مش كده يا شيخ محمد؟ اقرا الخاتمه. خاتمه: نسال الله حسنها. يعني هو بيقول نسال الله حسنها، اسمه ده ايه ده؟ مين يقول عليه اسمه ايه ده؟ هو خاتمة وقال نسأل الله حسنها. حسن الخاتمة هذه ولا حسن الخاتمة للإنسان عند الموت؟ هذا يسمى في البلاغة استخدام، أنه ذكر الكلمة كلمة خاتمة ويراد بها معنيان. الخاتمة دي خاتمة الكلام، والخاتمة عند الموت، فأرجع الضمير بالمعنى الآخر فيسمى إيه؟ استخدام. يعني كلمة لها معنيان فتستخدمها بأن تعيد الضمير بمعنى آخر غير المعنى الإيه؟ الأول.
لأن المعنى الأول خاتمة يعني نهاية الكلام، ختام الكلام. أما عندما قال نسأل الله حسنها لا يريد هذه الخاتمة، وإنما أراد خاتمة أخرى. ففي الكلام استخدام، عارفين الاستخدام ولا مش عارفينه؟ مش عارفينه طبعا، يعني لا يجوز الكذب في العلم. لما يكون مش عارف يقول مش عارف. يعني مثلا في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، ما المراد بالشهر؟ اللي هو الهلال، لأن الذي تشاهده الهلال. لما قال فليصمه، هل الهلال ولا الأيام؟ أيام رمضان. يبقى هنا الشهر له معنيان، فرجع الضمير بمعنى آخر، فهذا يسمى إيه؟ استخدام. وهذا فيه في البلاغة. طيب في المعاني ولا في البديع ده ولا في البيان ده؟ في أي قسم ده؟ في البديع. يلا خاتمة نسأل الله حسنها. سميت هذه الأحكام الخمسة خطاب تكليف توسعا في العبارة. توسعا يعني فإن التكليف من الكلفة والمشقة، وذلك إنما يتحقق في الواجب للكلفة في فعله، والمحرم للكلفة في تركه فعله يعني المكلف. وما عداهما يعني ما عدا الواجب والمحرم لا كلفة في فعله ولا في تركه، لأن الكلفة توقع العقوبة الربانية وهي لا توجد في غيرهما، مش كده؟ ولذلك نقول الصبي غير مكلف وإن كان مندوبا للحج والصلاة على الأصح، فغلب لفظ التكليف على الثلاثة الأخر تجوزا وتوسعا. قال لها خلى العملية واسعة، هم اثنين فقال لهم خمسة، ده اسمه تجوز وتوسع. إنما لو كانوا أربعة يبقى تغليف فقط. فهو هنا جرى على إيه؟ على أن التكليف هو إلزام، ولكن تعريف التكليف هو إيه؟ طلب، فيدخل أربعة ويكون الخامس دخل من باب التغليب. إنما هنا قصروا على اثنين، ولذلك قال تجوزا وإيه؟ وتوسعا. ولما فرغ ده الكلام الجديد يا شيخ محمد عشان تعلم عليه خلاص. ولكن طبعا الثلاثاء القادم ده هيكون يوم كام؟ هيكون موافق كام في الشهر القادم؟ 15. لا، سنكون في بلاد أخرى في المغرب، فالثلاثاء القادم ده أجازة حتى تستريح من هم الدروس وتعبها. موعدنا في الثلاثاء بعد الإيه؟ القادم إن شاء الله. اللهم صل أفضل صلاة قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السؤال ما هو المثال مما حكم بخلاف الأولى للأنبياء؟ أن يمكنهم فعلا كذلك؟ نعم، هو المسألة لا تتعلق قلنا الأنبياء أو الرسل،
غلب الأفضل، يعني يجوز له سواء كان نبي أو رسول أنه إيه يفعل أو يترك إيه الأولى، خلاص، بس ليس عادة يعني. يعني مثلا كان يكون له صلوات تضوع في الليل أو أذكار فينام عنها، فنومه ليس إيه مكروها، وإنما هو إيه خلاف الأولى. هذا المثال نفسه ينطبق حتى على مين؟ على الأنبياء. فقال أهل العلم إذن ما يعد بالنسبة للأنبياء تقصيرا أو ذنبا على غير حقيقته إنما هو إيه خلاف الأولى، لكن لا يفعلون المكروه ولا يفعلون إيه يعني لا يرتكب منهيا عنه. أما خلاف الأولى ليس منهي عنه، وإنما إيه فهم بالدلالة الالتزامية فيفعلونه، فهذا غير إيه لا يقدح في عصمتهم. واضح؟ نعم. لمن سأل؟ طيب، في أسئلة أخرى؟ ما وجه توقف المعجزة على قوله تعالى قديم وباقيا، أليس من ممكن تقع المعجزة مع أن الله ليس كذلك؟ لا، احنا قلنا المعجزة تتوقف على الصفات اللي هي على تسع أشياء. نأخذ صفة الوجود، ونأخذ أربعة من السلبية وأربعة من المعاني. يعني المعجزة متوقفة على كونه تعالى موجودا، واضح، ومتوقفة على كونه قديما وقائما بنفسه ومخالفا للحوادث وباقيا. لكن الوحدانية فيها إيه؟ فيها خلاف. فبيقول لي ما وجه توقف المعجزة على كونه قديما؟ لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولا احتاج هو إلى محدث، فكيف يفعل وهو محتاج إلى إيه؟ إلى فاعل أو إلى مخصص. أظن الإجابة واضحة. وكذلك البقاء، لأن القدم والبقاء متلازمان، لأن كل ما ثبت قدمه استحال إيه؟ استحال عدمه. فالقدم والبقاء متلازمان، يعني لا يكون قديما إلا إذا كان باقيا، ولا يكون باقيا إلا إذا كان إيه قديما. فالجواب نفس إيه ما نجيب به في القدم نجيب به فين في البقاء. فبيقول أليس من الممكن أن تقع المعجزة على فرض أنه تعالى ليس قديما؟ لا يمكن أن تقع المعجزة على فرض أنه ليس قديما، لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لاحتاج إلى من يحدثه، فكيف يحدث المعجزة مع أنه محتاج إلى من يحدثه؟ ما القول للمعتمد في مسألة الحال عند أهل السنة، هل هو ثابت أم لا؟ طبعا القول المعتمد أم لا، والحق أن الحال من المحال، والحق كما قال الأشعري أن لا حال، والحال من المحال، بس ده هو ده القول المعتمد وخلصت المسألة. في حاجة تاني؟ في أسئلة. ما هذا؟ ما الفرق بين الجوهر والذات؟ إيه الجوهر؟ الجوهر والعرض، إيه الجوهر والذات؟ الجوهر هو القائم بنفسه، إذا كان تعريف الذات قائم بنفسه يبقى لا فرق، الجوهر هو الذات، لأن الجوهر سواء كان جوهر أو ذات ما تسميه هو ما يقوم بنفسه، أما العرض هو ما يقوم بغيره. فإذا كان الشيء ذاتا أو شيئا أي شيء قائما بنفسه فهو الجوهر، أما إذا لم يقم بنفسه زي اللون دائدة سواد، هل هذا السواد قائم بنفسه ولا قائم بشيء؟ زي مثلا البياض، لا يوجد بياض، هذا يعني نقول سبورة بيضاء، فالبياض هنا قائم بالسبورة والسواد قائم بالجهاز. فإذا كان شيء موجودا ليس قائما بنفسه كالسواد والبياض والألوان والحركات والسكنات فهذا يسمى إيه؟ عرض.
أما إذا كان قائما بنفسه فهذا هو إيه؟ هو الجواب. في حاجة تانية؟ ما رأيكم في وحدة الوجود والمراتب السبعة في العقيدة عند ابن عربي؟ ممكن أنتم تبين لنا تنجيزي قديم صروح قديم زي هذا؟ أريد أن نجلس ساعتين. موضوع محاضرة وحده ينقصك. يعني اسأل ولا 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 تطلب أن أتكلم في موضوع كامل. هذا ليس سؤال موضوع. ما معنى ما يتعلق به النفوذ؟ النفوذ يعني يتعلق به الحكم، يعني تم به البيت، إجابة القول انعقد به البيت. أما ما لا يعتد به، يعني مثلا واحد مثلا عقد عقد نكاح على بقرة، هذا لا يعتد به، يعني تم على حائط، لا يتعلق به النفوذ، يعني كيف ننفذ هذا الشيء؟ أو عقد على يعني إنسانة ميتة، كيف أن ننفذ هذا؟ نأتي بها من قبرها ونقتلها، هل هذا ينفذ؟ أما النفوذ يعني أنا بعت الكتاب وانعقد البيع فينفذ، يعني سلم الكتاب وخذ الفلوس، خدت المال، هذا هو النفاذ، ينفذ يعني يتم. إنما إذا كان البيع باطلا لا ينفذ. وإيه ثاني؟ ها؟ ولا يعتد به، لأنه يعتبر إيه؟ لا أساس له، باطل. واضح ولا مش واضح؟ في أسئلة أخرى؟ لا. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.